يسن التكبير، يعني نقول بسم الله الله أكبر عند الذبح، بسم الله الله أكبر، هذا مستحب. لكن لو قلت بسم الله فقط ما قلت الله أكبر لا بأس. قال وتسقط التسمية سهوا لا جهلا. الذي الناس أربعة، إما أن يذكر اسم الله، وإما أن لا يذكر اسم الله عمدا، أو لا يذكر اسم الله جهلا، أو لا يذكر اسم الله سهوا. هؤلاء أربعة. الأول وهو من ذكر اسم الله هذا ذبيحته حلال بالإجماع، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه حلال بالإجماع. من ترك ذكر اسم الله عمدا، قلنا قل بسم الله قال ما نقايل وذبحها، هذا لا تؤكل ذبيحته بالإجماع أيضا، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. واختلف أهل العلم في حال النسيان والجهل. لو واحد جاهل ما يدري أنه لازم يذكر اسم الله، إذا قال وين ذبيحتكم؟ كره. ليش ما قلت بسم الله؟ قال لازم، قلنا لازم، الله ما أدري أول مرة أسمع، ما أدري أنه لازم يذكر اسم الله. هذا جاهل، هذا جاهل. على المذهب لا تؤكل ذبيحته، على المذهب لا تؤكل ذبيحته. لماذا؟ لأنه يجب أن يتعلم، يجب أن يسأل. قال فلا تؤكل ذبيحته لأنه غير معذور، يعني يجب عليه أن يتعلم. الثالث أو الرابع من نسي أن يقول بسم الله، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم. المشهور عند جماهير أهل العلم أنها حلال لعموم قوله تبارك وتعالى عن المؤمنين أنهم قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال فهذا خطأ معفو عنه، فلا يؤاخذ الناس بهذا. وذهب بعض أهل العلم كابن حزم وابن تيمية وهو اختيار شيخنا أنه لا تؤكل، لأن الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولم يفرق بين الساهي والجاهل والعامد، لم يفرق، طالما أنه لم يذكر اسم الله عليه فلا يجوز. طبعا مسألة خلافية، والأحوط طبعا ما تؤكل. ومن قال أنها تؤكل له وجهة نظر قوية جدا وهم الجمهور أنها تؤكل سهوا. لماذا؟ أو لأن الله تبارك رفع عنا الإثم في السهو، وبالتالي لو حرمها علينا وكانت محرمة ما يكون عفا، بل حاسبنا عليها. ثم كذلك قالوا لو قرأنا الآية كاملة ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، ومع هذا الناس والجهل لا يقال إنهما قام بفسق، وإنما يكون فسقا ممن ترك ذلك عامدا، أما من تركه جاهل أو ناسيا فلا يقال إنه فسق. والله أعلم هذا أقرب، أنه إذا لم يذكر اسم الله عليها فإنها تؤكل. وكان عندي أنا قبل السابق أميل إلى رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا، ولعل هذا أقرب وهو قول الجمهور أنها تؤكل إذا ترك ذكر اسم الله تبارك وتعالى سواء جهلا أو نسيانا، والله أعلم. طيب قال ومن ذكر مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل. كذلك لو قال بسم الله وباسم الملك، بسم الله وباسم الأمير، بسم الله وباسم السلطان، بسم الله واسم فلان، هذه لا تؤكل، هذه لا تؤكل، ولا هذا مما أهل لغير الله به، هذا لا يجوز أكلها إذا ذكر اسم الله وذكر معه اسم غير، أو ذكر اسم غير الله من باب أولى، باسم المسيح، باسم الصليب، باسم الوالد، باسم كذا، هذه كلها لا تحل. باسم الجن، وأنه كان رجال يعوذون، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزالوهم راقة، كانوا يذبحون ذبائح للجن. وأنا أعرف أناسا الآن يقول يذبحون للنبي داود والنبي سليمان، وهذا كله هذا من الشرك والعياذ بالله، هذا لا يجوز. الذبح لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. وإذا قال الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا يجوز النسك لغير الله، النسك والذبح.
فلا يجوز لغير الله سبحانه وتعالى. نعم.